هاي، عاملين ايه؟ انا قررت النهارده ان انا هعمل شويه حاجات كده في شعري، وان انا هوريكم انا بعملها ازاي. انا بقالي فتره ملاحظه ان شعري تسليكه صعب قوي، بدا ينشف، بدا يطلع لي زي قشره كده طول الوقت. حاسه ان انا محتاجه ان انا اهرش، بطلع من الحمام شعري لما بيبقى مبلول بيطلع مبلول هايش، ودي حاجة يعني غريبة. عادة لما بيبقى مبلول بيبقى كله ملموم على بعضه، بيتعقد في بعضه بسرعة قوي. يعني لما بسيبه بلاقي كل الأطراف بدأت تعمل زي عقد كده، والعقد دي تمسك بقى في عقد الأطراف اللي جنبها، ويبقى شعري كله ماسك في بعضه، بيبوظ بعد يومين مثلا بسرعة. فقررت ان انا هعمل سكراب كده او زي اكسفوليشن لفروة شعري والشعر، لان عادة لما بحس الاحساس ده بيبقى شعري عليه بيلد اب او عليه زي رواسب من كمية مثلا الكريمز اللي بتتحط، كمية الكونديشنرز، الحمامات، الكريم، حمامات الزيت، الكلام ده كله. فانا شعري بيبني الرواسب دي بسهولة، لان انا معظم شعري low porosity او يعني اللي هي مسامية منخفضة. ده معناه ان المسام بتاعت شعري ضيقة جدا، فمش بتمتص كل حاجة بتتحط عليه بسهولة. وده معناه ان اي حاجة بتتحط عليه بسهولة جدا انها تكون رواسب او انها تغلف الشعراية، فتبدأ الشعراية تنشف وتبقى صعب التعامل معها. فانا اعتقد ان انا دلوقتي عندي بيلد اب في شعري، وبالذات كمان في فروه راسي، علشان كده بدات تعمل قشر وحاجات كده. فعملت زي خلطه كده لقيتها على الاونلاين بصراحه، حاجه دي اي واي في البيت. الخلطه دي عباره عن اهي شكلها زي سكراب كده، زي السكراب اللي احنا بنعمله لجسمنا يعني او لوشنا او لو كده. عبارة عن 3 معالق سكر، من كله عملته بنفس المعلقة عادية، 3 معالق سكر، عليهم معلقة زيت جوز الهند كوكونات اويل، عليهم معلقة خل تفاح ابل سايدر فينيجر، وعليهم ايه تاني، وقلبتهم الاول. بعد كده حطيت عليهم معلقه عسل وثلاث اربع نقط كده من تي تي اويل اللي هو زيت شجره الشاي، والزيوت والحاجات دي كلها تقدروا تلاقوها في اماكن كتير قوي، عند عطارين حراز، عند نيفرتاري، عند امتنان، عندهم زيوت كتير قوي، فيها من كتير قوي برضو تانية يعني فيها زيوت دي. فانتوا لو بس عملتوا اي سيرش اونلاين او كتبتوا اساميهم او كده هتلاقوا حتت كتير. وانا هحاول تحت في الديسكريبشن ان انا احط لينك لكذا مكان ممكن تجيبوا منه زيوت او حاجات كده. فده اول جزء في الاكسفوليشن او في التركيبة اللي انا عملتها. قلت بدل ما احطها لوحدها احط عليها حاجة تانية برضو من هير ادكت، ويعني ده المفروض النوبو ريسيبي. النوبو ريسيبي ده المفروض ان هو لتنظيف الشعر وترطيبه وتكثيفه، وفي نفس الوقت هو اصلا عبارة عن هقول لكم اسمه، ورق سدر مطحون ومنخول. فالورق ده برضو لما بيتحط على الشعر بيعمل برضو نفس موضوع التنظيف ده والاكسفوليشن، لاني يعني بعمل برضو سكراب لدماغي. فانا قررت ان انا هحط الاثنين على بعض، يعني بحيث ان كل حاجة موجودة تقدر تغذي الشعر وتنظفه، ويعني نعمل الماكسيمم افكت بتاع الموضوع كله. انتوا بتحطوا 3 معالق من ده وعليهم شويه ميه، انا بس عملت كميه ازيد شويه، وبتعملوه لحد ما يعمل بيست كده، يبقى عامل زي الملوخيه الناشفه كده بالظبط. هو كده انا قلت اوريه لكم لوحده، لان انا ما حطيتوش على طول على البتاع، انا عملته هو لوحده، بعد كده هحطه على
التركيبة الأولانية اللي أنا قلت لكم عليها، هجيب أي حاجة أقسم بيها شعري، مش لازم يعني مشطة، و دي أوريدي شبه مقسومة. طبعا أنا مسلكة شعري، مش غسلاه يعني، أنا بس بلاه كده حاجة بسيطة بحيث إن هو يبقى يعني مش ناشف خالص، يبقى شعر فيه مندي. يعني هستخدم المعلقة بقى إن أنا أحط كده، أحاول إن أنا أخلي بس الموضوع يدخل كده جوه الشعر وجوه المنطقة دي وهكمل. كأننا كده بنصبغ شعرنا، يعني بنصبغ الجذور يعني. ف اللي بعده ده وقت الاكسفوليشن بقى نفسه، فهنبدأ نعمل زي مساج كده في الشعر. الشامبو والكونديشنر اللي انا هستخدمهم هما بتوع شي، انا كنت عملت عليهم ريفيو قبل كده وعجبوني قوي، وانا برضو عندي لسه في ديسكاونت كود نسمة 10 على برودكتس بتاعت شي ان جنرال، فلو حابين ابعتوا لهم وهتاخدوا 10% ديسكاونت. حاجة مهمة كمان نسيت اقولها، ان انا بعد ما هشطف شعري من الشامبو هشطفه بحاجة مهمة قوي، بس انا ما عنديش ازازة عشان احطها فيها للأسف، فحطيتها في برطمان كبير. دي مية عليها خل تفاح، ده حاجة يعني موجودة في العالم الشعر الناتشرال اسمها Apple Cider Vinegar Rinse. فأنا I'm rinsing my hair بالمية دي، بس بعد ما بكون already غسلته ونضفته بالشامبو. فبعد ما أحط الشامبو هشطف شعري، بعد كده هبدأ أدلق المية دي بالراحة على شعري بحيث إن شعري كله بقى يتغطى بالمية اللي بالخل التفاح. ده مثلا لتر مية عليه ربع كوباية خل التفاح. اللي بيعمله خل التفاح ان هو بيشيل برضو اي بيلد اب موجود على الشعر، وده صحي جدا جدا لفروة الراس وللشعر، وان هو يتعمل مثلا مرة في الشهر. انا دلوقتي غسلت شعري بالشامبو، وانا بغسل شعري بالشامبو استخدمت فرشة دي، يعني هي شبه الفرشة، هي اسمها مساجين براش أو مساج براش. الفكرة منها بس ان هي بيبقى عندها السكاكين دي، بس هي معمولة من السيليكون كده. ببدأ احطها على فروة راسي واقعد اعمل الحركة الدائرية دي علشان اتأكد ان جذور شعري اتشال منها اي حاجة، سواء من السكر، العسل، الأوراق اللي هي في النوبو المطحونة، كل حاجة. فتأكدت ان فروة راسي يعني نظيفة 100%. دي مهمة جدا علشان ما يفضلش حاجات في شعركو وتلاقوا شعركو فيه أخضر مثلا هنا أو كده. بعد كده شطفت شعري بالمية اللي عليها خل التفاح، حاولت انه يجي في شعري كله، سبته دقيقتين ثلاثة كده على شعري. بعد كده بدأت احط الكونديشنر، انا عملت جنب وكنت عايزة اوريكم انا بعمل ايه بالظبط، لان انا شعري برضو لسه فيه البقايا بتاعت النوبو والبقايا بتاعت البرودكت، فانا لما غسلته بالشامبو مش كل حاجة نزلت، الكونديشنر هو اللي بيمسك الحاجة اكتر وبيخليها تتزهلق وتقع. فانا اللي بعمله ان انا بقسم شعري وبحط عليه الكونديشنر.
حبه كونديشنر كده على شعري. بس ببدأ أسلكه لأن الخل التفاح بينشف الشعر شوية، فوجود الكونديشنر بعدها أو إن احنا مثلا نعمل حمام كريم أو أي حاجة من ده مهم جدا. وأنا بحب أسلك أو لما باجي أوزع على شعري حاجة بحب أعمل ده بالدلمن براش، لأنها بتوزع البرودكت على الشعر كويس قوي. بس بعمل كده. طبعا لو طلع في ايديكوا بقى شعر وفي الفرشه شعر والحاجات دي حاجه طبيعيه جدا، يعني مش معنى كده ان شعركم بيقع. احنا اصلا شعرنا بيوقع حوالي مثلا من 50 ل 100 شعرايه في اليوم، فدي حاجه عاديه جدا ان احنا نلاقي ان الفرشه بيطلع فيها شعر وعادي بيطلع مع ايدينا شعر عادي جدا. ولو لمين شعركم كمان بقاله يعني فتره، اول ما تفكوه هيطلع شعر اكتر، لان الخمسين مية شعرية دول بيطلعوا من جذوركم بيقعوا، بس مش بيقعوا علشان هم مربوطين في التوكة او كده، فمحدش يتخض. يعني انا بحاول ابقى كريمة جدا في كمية الكونديشنر اللي بحطه علشان يمسك في الـ في الـ في الورق المطحون ده. طبعا عندي شعر مش متسلك، بنسلك من تحت لفوق. ودلوقتي انا كده عملت شعري كله بالكونديشنر. اهم حاجه في الموضوع ده بقى ان انا احاول اشطفه كويس قوي. انا بس هسيب الكونديشنر عليه شويه علشان يطري من بعد الخل والحاجات اللي اتحطت عليه. اهم حاجه ان انا ما اخليش الكونديشنر يلمس جذور شعري نهائي. انا دلوقتي شطفت شعري خلاص من الكونديشنر ولفيته، يعني بحيث انه ينشف شويه يعني، بفوطه مايكروفايبر تاول. المايكروفايبر دي قماشه اسمها مايكروفايبر. لو ما لقيتوش عندكم حاجه زي كده او مش عارفين تجيبوها منين، انا هحاول برضو احط لكم تحت في الديسكربشن لينكس ممكن تجيبوا الفوطه دي منين. لو مفيش مايكروفايبر تاول بلاش نستخدم الفوطة اللي هي القطن العادية بتاعت الحمام، لان دي بتهيش الشعر جدا وبتشفط كل البرودكتس وكل المية اللي فيه، فبتخليه يهيش اكتر لما ينشف. ممكن تستخدموا تيشيرت قطن او حتى اي قماشة قطن عادية عندكم، مش فوطة قطن، قماشة قطن او تيشيرت قطن يعني في الغسيل او حاجة. بس فنشوف النتيجة دلوقتي. طيب هو يعني من اللي انا شايفاه ان انا شعري بقى اخف بكتير، انا حاسة بالخفية يعني جدا. الكيرلز بدأت يعني نوعا ما ترجع تلم على بعضها تاني، وهو يعني لسه يعتبر مش ناشف قوي. الفروة هي نظيفة تماما. ممكن نشوف حتة تانية برضو مفيش اي اثار للبرودكت ومفيش اي اثار لقشر او اي حاجة. يعني من الحاجات اللي هي كانت مضايقاني يعني الحقيقة صراحة، وكأرب تشوفوا. فبكده اقدر اقول ان التجربة دي نجحت نجاح باهر الحمد لله، وان انا كده فروة شعري نطفت وعملنا لها الاكسفوليشن والنتيجة كانت حلوة جدا. وغسلنا شعرنا ونضفنا شعرنا بخل التفاح وعملنا زي ماسك صغير كده، ميني ماسك كده بالكونديشنر. والنهارده انا هسيب شعري مش هحط عليه اي حاجه، يعني هسيبه
يتنفس بقى كده، يرتاح براحته، بحيث ان انا ما يعني مش هستغل الموقف واقوم حط عليه حاجات دلوقتي وبكره هعمل له ستايلنج. وان شاء الله قريب هعمل لكم فيديو لانا بستايل شعري ازاي. ثانك يو ليكم كلكم، ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، وان شاء الله اعمل لكم فيديوز تانية. ولو حد فيكم عنده سؤال او عايزني اوريله طريقه اي حاجة في الشعر الناتشرال، ياريت تكتبولي في الكومنتس. ولو جربتوا اللي انا عملته النهاردة ده وعمل معاكم فرق عرفوني، ولو عمل برضو لو عملش معاكم فرق او عمل اي مشاكل اسألوني. Thank you.